نعم عنده بعض ال كلكو زيبيزود على حياته الشخصيه اللي ما عرفناهاش في البطحه الاولى. هذه لي لا نوفوتي بارابور العامين برنوي. يلا دوكا نرجع لشخصية الممثل ربيع. دايما كاين عمل يخلي بصمة في تاريخ الفنان، وشنو هي البصمة ربما اللي خلاتها البطحة في أعمالك كلها؟ عمي برنوي ديفوني بوبيلار، هذه البصمة الجديدة اللي خلات الناس تبغي الشخصية عمي برنو، نظن جزائرية 100%. صح. فريق كبير في سلسلة البطحة. انا نحب نعرف دائما شكون هو اقرب زعما اللي تتناغم معاه فنيا في البطحه. لا ماشي كل الشخصيات عندها علاقه بعمي برنو، كار سي دي فوا هي سلسله متصله، ما كاش شخصيه بعيده، باسكو هو دي شخصيه محوريه اوتوماتيكمون كاع الشخصيات عندهم علاقه بعمي برنو. لو شوا تاع لي كوميديان في البطحه كان او مليمتر بري، معناها لو كاستينغ ما كانش مراتي، ما باراتي الكاستينغ، سي نورمال كو كاع لي كوميديان راهم في بلايصهم. يعطيهم الصحة على كل حال. اللي أقرب ليا نجم نقول كامل، لا كامل عبسي قريب ليا، لاز قريب ليا، العكشة الجلالي.